عشان شايب. شايبنا. السلام عليكم. السلام. يعطيك العافية. دايما ردها من عندي أنا. كيف الحال؟ طيب كل سبب. طيب كيف الحال؟ السلام عليكم. رحت للصيدلية طبعا العلاج كوي. يوم عطيتها لا 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 الدكتورة اللي في الصيدلية أو الصيدلانية. المهم اللي في الصيدلية. يوم عطيتها قالت هذه صرف لك دكتور، مصدمة من المدة. قلت لا منير الباكستاني. قلت لا منير الباكستاني. أنا توقعت إني وين في القرية. كذا تخيلت وجه محمد دنع على طول. يوم هذه المناظر هذه المواقف لما أنت تتذكرها تعرق صح؟ تخجل. استوعبت إني تافه. واستوعبت إني في بيئة خلت الجدية عندي صفر. تخيل تغلف العلم. ايه قال له يلاه الدكتور طالع فيني زي كذا. قالت زي كذا وقاعده تكمل. اعطتني علاج اخذته. قلت شكرا يا اختي، شكرا يا اختي. والله ما ردت علي. عرفت اني تا لا 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 استحق الرد وقتها. فانا لازم يا اطلع انا يا يطلع واحد. المرحله ليش وصلت فيك انا؟ كل منك انت ومحمد دنعة واحمد وصالح. صالح وين؟ منك الموضوع. لازم نرفع مستوى الجدية هنا يا عيال. صدق بدينا نصير تافهين احنا. يعني شوف احنا ما نبتافهين. انت التاف، انت تحتاج انتقل. في احد يعني عال عليك ولا شنو؟ انا اللي علت على نفسي. ليش؟ مستوى الجدية نازل. كيف ارفعه؟ سووا فيك يعني برا. خلها مستورة. علمنا. لا والله انا ممكن انفضح مره. ما انفضح. المؤمن لا يلدغ. مفضوح. ايه مفضوح. صدقني الموضوع جميل كرنجي لابعد درجه. تكفى. لا تكفى. واصل 100,000 ها؟ مقطع. ايش؟ 100,000 عند زواجه. واصل 800,000؟ حجل له وش درك؟ لا ما حجل. احنا لازم نرفع مستوى الجديه شوي. وتعرف ان خويك ما يصلح تقول الكلام ده. شيء جميل. أكثر مقطع يعني. لعل ان شاء الله الرساله اللي كانت في وسط في وسط المقطع ان شاء الله او في وسط الكلام اللي كنت اقوله. شاهدين لك وشاهدين عليك. امين يا رب العالمين. فان شاء الله الموصلين يا تافه. وبرامج ريالتي يعني ذاكره الانسان بسيط. خلص هذا الشهر بعدين ارفع مستوى الجدي. بعدين ارفعها؟ اي ارفعها بعدين. اذا رفعتها الحين مو زين. يعني اخلي مستوى الجدي بعدين. لذلك نافذه انك تعرف من برا هي الدمار يعني. لا ما عرفت. تكفي. شوف انا عادي والله انك ما الموضوع. لو اقول الموضوع مره ثانيه بينفضح. بيقول لا بدون المستوى ايوه وغير مع مستوى الجديه. السبب السبب طمر سامر. الانسان صار هزلي. انا صرت هزلي زياده عن اللزوم. عرفتني في حياتي اليوميه. لا بحياتي اللي ما اللي المفروض هي بعيد عن البرنامج. قصدك ان البرنامج اثر عليك في الحياه الخارجيه. يا سلام عليك. صرت انسان تافه. اعطيني دواش دعوه على ايدك. دواء اخت دكتور. لا لا كذا غزلي مو بهزلي. حزه 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 حزه. انتم براكم اخذتوا كيس.